اهلا بك. معك سعيد من مدينه الجديده. مرحبا بسيدي سعيد والجديده، تفضل سيدي سعيد. نحكي لك واحد القصه وقعت لي انا ديال النصب، ولكن من طرف افريقي، افريقيا ديال مالي. انا كنشتغل في قطاع التعليم لمده 20 سنه في الجنوب. نعم. درت الدار ديالي، بنيتها دار زوينه نقيه، ولكن وصلت لقيتها خصني ننتقل، عمرت انتقلت انا والزوجه ديالي. نعم. وعرضت المنزل ديالي للبيع في الانترنت، ودرت فيه نمره التليفون وهذاك الشيء، ولكن كنتفاجئ بواحد السيد كيتواصل معايا وكيكتب بواحد اللغه، يعني الفرنسيه كوريكت، يعني ما كاينش ديفو دوكتوغراف ولا كيكتب هذاك الشيء سوانيوزمون يكري، يعني كيكتب لك دي ميساج واعر، وكيكتب في الشات، يعني ماشي بورتون كاين نمره التليفون، ولكن كيكتب ليا في الشات انستانطاني ديال هذيك لابليكاسيون ديال البيع. انا تفاجئت، ما بغيتش نجاوب، قلت انا يعني السيد لا انتريسي، غادي يشري الدار غادي يعيط في التليفون ما غيكتبش. انا ملي انا جاوبته سميته، قال لي على اساس ان امو اللي باغا تشري هو غير غيتفخر ليها وندير معاه واحد الرونديفو باش يشوف الدار، وهذيك الساعه عاد غادي يهضر مع امو لان هي اللي غادي تشري الدار. عطيته النيميرو التليفون، عاود حطيته النيميرو التليفون، قلت له النمره التليفون ديالي اللي كنتي انتريسي عيط ليا. دات شي 3 جور كيعيط لي انا هاد السيد، كنتفاجئ باللكنه ديالو انه افريقي. قال لي انه ساكن في الرباط وانه غادي يجي عندي للجنوب باش يشوف الدار. قلت له مرحبا. ملي قلت له انا البلاصه فين ساكن، يعني ديك المدينه، في مدينه صغيره في الجنوب، قلت له واش سميتو، قال لي لا ما عرفتش فين كاينه. قلت له واش عرفتي اكادير، عرفتي تارودانت، قال لي لا. قلت له صافي جي اكادير واتصل بيا انا غادي نوريك الطريق. دات شي نص ساعة وانا نتفاجئ، قلت انا السيد ما عارفش كاع البلاصة فين غادي يشري، ياك ما غالق في السمية ديال المدينة ولا شي حاجة. وانا عاود نتصل بيه قلت له انت ما كتعرفش تارودانت، ما تعرفش اكادير، وجاي باغي تشري في هاد البلاصة فاش كاين هنا، ياك ما غالق. قال لي لا، انا تما كاين الفلاحة وغندير واحد الشركه، واحد البروجي ديال البوتا بوت وهذاك الشيء. قلت صافي ثبتني، قلت انا فعلا هذاك الشيء كاين تما عندنا. قال لي راه خالي غادي يوقف معنا وغادي ندير واحد البروجي، غادي ناخذ غير الدار من بعد غادي نديروا البروجي. قلت له صافي. درت معاه واحد النهار باش يجي لعندي، فعلا شكري غنشد الكار، شد الكار جا لعندي، دخلته للدار، وكنت انا داير اتونسيون لان انا كنتعامل معاه بحذر. جا دخل عندي للدار، طلعتو للدار شافها، يعني هذيك الطريقه باش كيشوف هو الدار، يعني ماشي شي واحد انتريسي باش غادي يشري، يعني كيشوف هذيك الشوفه سطحيه. قال لي صافي دابا الدار شفناها، نهبطو سميتو نتفاهمو على الثمن. قلت له ماشي مشكل. فاش هبطنا بدا كيحكي لي القصه ديالو، انه من مالي، وان باه كان جينيرال ودوز سلاغمي ديال رويال ديال مكناس، دوز سميتو الطاج ديالو، وكان جينيرال وكان حرب اهليه في مالي، وانه باهم تقتال وخلى لهم واحد الفورتين كثيره، وخصهم يجيو دابا يسوي يهرب العائله ديالو كامله باش يجي بهذا المغرب، لانهم تما كاين حرب اهليه يعني غادي يقتلوهم. كنشوف فيه انا، وراني الباسبور ديالو، ولكن ما تنقيش انا الوراق ديالو، اللي خايف انا من داك الشيء ديال التخدير وهذا الشيء، ما تنقيش، كنشوف غير من التيساع. وراني واحد الباسبور، وراني كارت سيجور ديال طابع تاع القنصل ديال مالي، وشويه بدا كيهضر معايا على الفلوس. هضرت معاه الفلوس، قلت له واش نقول لك بالاورو ولا بالدرهم؟ قال لي من الاحسن بالاورو. انا هضرت معاك تعطيني 100 ميل اورو على اساس 100 مليون. قال لي وشويه، قلت له الفراش، قال لي من الاحسن ناخذها بالفراش ديالها. قلت له غتزيدني 50 ميل درهم، يعني كنهضر انا على 105 مليون. هو عيط لخالو دغيا، دوز واحد لابيل ودوز لي واحد السيد، قال له مسيو سعيد جونتي فانو ليسي لا ميزون 150 ميل اورو، يعني انا كنهضر على 105 مليون، هو لحني ال 150 مليون زعما باش غادي يشري عندي الدار. انا ما انا كنهضر غير على 105. وشويه جبت لي واحد الورقه فيها اكسبيديسيون، واحد الكولي دبلوماتيك، يعني جاي واحد الكولي دبلوماسي كاين في القنصليه ديال غينيا، انه محطوط هذاك الكولي وفيه الفلوس، يعني هذوك الباليزه فيها قال لك دو كوفر فور، وهذوك لي كوفر فور شدوا فيهم دايرين فيهم الاورو وراشينهم بشي ماده باش ما يبانوا في السكانير، وغادي يخرجوهم وعندهم غير الاجراءات ديال يفتحوا الكونت لان مازال ما عندهمش الاوراق، وغادي يخلصني وغادي نتفاهم انا وياه. قلت له صافي. انا شكيت، انا قلت له عندك اون سومين صيفط لي 50 ميل درهم يعني ديال العربون، سينو راه ما بايع ما شاري معاك. لا، قال لي صافي انا لا ميزون ديالنا غناخذها. صافي صافي مشى السيد، ولا كل نهار كيتصل بيا، كيتصل بيا تيقول لي انا حنا في القنصليه، حنا في الرباط، حنا هنا كنقادو، وشويه هضرات معايا كاع وحده من مالي.
هضرات معايا على اساس داخله بخصوص الحاجه مريم انها هي اللي كتشري لا ميزون. هضرات معايا قالت لي لا ميزون ديالك بغيناها صافي غادي ناخذوها. يا مرحبا حتى انا بغيت غير نبيع ما عنديش مشكل. صافي دازت كل نهار كيقول لي هضره كل نهار كيقول لي هضره خصني ما كانت في ايامات كورونا. واحد النهار هو يعيط لي قال لي ردا صيفط لي النيميرو كونت باش نفيرسي لك لافونس. مرحبا صافي انا كنت على اساس انا غنحل كونت اخر واحد كونت سيبليمونتير لانك تشاك فيه. دازت واحد 24 اخر وعاود عيط لي ثاني قال لي عندي واحد المشكل. قلت له شنو هو؟ قال لي راه خصني نهضر معاك دابا راه كل بوضوح راه المشكل عندنا راه الكولي خصنا فلوس باش نخرجوا هذاك الكولي من القنصليه ديال غينيا. قلت لي مرحبا قلت لي دابا سميتو. قال لي انا شكيت انا غير ملي قال لي الفلوس انا كنقلب على فين غينصب عليا. قال لي خصني واحد سميتو الفلوس باش نخرج انا هذاك الكولي باش ندو الفلوس هذيك الساعه نجيو عندك للدار ونخلصو كنجي انا وخالي وغنشدو لا ميزون غنبقاو فيها حنايا. قلت لي مرحبا ملي قال لي سميتو قلت لي لا تجي عندي انت. قال لي جي عندي للرباط. قلت له لا ما نقدرش انا عندي العائله ديالي والوليدات ديالي خدمه ما يمكنش نديبلاصا جي انت. وفعلا دار معايا الوقت جا. هذاك الليله فاش غادي يجي كنقلب انا درت دي غوشيغ سيغ انترنيت على النص ديال الافارقه كنلقى هاد القصه اللي دارت اللي بغى يدير ليا انا كتعاود من 2010 ولا من 2008 ديال الماء كنشدوا الاورو تيكبوا عليه شي برودوي. حتى البرنامج حدا راسك تكلم على هذا الموضوع اكثر من مره. انا هذيك المرحله ما وصلهاش معايا انا ساليت معاه في المرحله الاولى. ديك المرحله الاولى ساليت معاه انايا. انا قلت له تجي لعندي ملي شفت انا داك الشيء مشيت انا للضابطه القضائيه مشيت عند سميتو عند لي جوندار معاود حكيت لهم القصه وداك الشيء قلت لهم انا راه ما تم عندي والو ولكن ممكن يصيد شي واحد اخر. قال لك لا غير خليه يجي. صافي قلت له تجي لعندي. ملي جا لعندي قلت شيت انا وياه لواحد القهوه درنا واحد الرونديفو ديت معايا واحد السيد وجلسنا درنا واحد كنسجلوا الاوديو يعني ديالو شويه جبد لي واحد الورقه فيها من القنصلية ديال غينيا على اساس انه خلص 2000 درهم وخاصو 23000 باش يكمل باش يخرج الكولي. انا قلت له انا ماشي كنلقى انا نعطيك 23000 درهم وتمشي انت. قالت لا ما تخافش قالت تمشيو معنا تمشي معنا انت والصديق ديالك وغنخرجوا الكولي باليزه ونجيو عندك للدار ونجيو. قلت له الباليزه واش فيها الاورو ولا فيها العمله ديال مالي لان العمله ديال مالي متساويه ولا. قال لي لا فيها الاورو يعني اعطاني تلميح ديال انها كاينه فيها شي جوج ديال المليار ديال السنتيم. وقال لي ما غاديش نمشي لعندك غير الدار غنتهلا فيك لساعتين باش نبيضوا هاد الاموال وهذاك الشيء. قلت له مزيان ماشي مشكل يلاه كيهضر سميتو ويجي حتى جا دخل لاجوده لان كداير معاهم انا درت معاهم رونديفو. جا لاجوده نجاو مع لي جوندار غير شافهم قطع دوك الاوراق وبغى ياكلهم. صافي داروا له المينوط وداروا لابريكا تما تيبكي على اساكم انا راه غير نجمع الفلوس باش نحرق وهادي من هنا. صافي تابعتو انا ما تابعتو بوالو صراحه لان تابعت الضابطه القضائيه بمحاوله النصب والاحتيال ولقاو مزور الباسبور مزور كارت سيجور والاقامه غير الشرعيه ودخل الحبس. ممتاز تبارك الله عليك. الله يجازيك استاذ عمورة باش يستافدوا منا الناس اخرين وصافي. انا مازال ما عندي والو الحمد لله لان كنت كنتعامل مع الحذر وعملتي الخطوات اللي كان خصها تعمل وممتاز. البرنامج راه تكلم على هذا الموضوع وقصص مماثله ولكن ما كانش كيجيو بشكل مباشر كان داكشي كيمشي غير بالتليفون. حنا درنا دي غوشيرش في الانترنيت في هذيك الليله فاش غادي يجي ولقينا شي ناس تنصب عليهم بنفس الطريقه وتيحضروا. صحيح والله يجازيهم بخير حتى هما استفدنا منهم والحمد لله. تبارك الله عليك. ما طمعناش الحمد لله ما طمعناش ورجعنا ربي منه. هذا هو الاهم. شكرا جزيلا على هذا. الله يجازيك شكرا كنشكروك بزاف الله يكبر فيك. سيدي شكرا على هذه الصوره اللي قدمتي لي لنا وشكرا على التجربه اللي تقاسمتيها مع المستمعين ومع المشاهدين. وطبعا هذا هو الهدف من برنامجكم حضي راسك هو اننا ناخذوا مثل هذه التجارب وما يتنصبش علينا.